سلام زهراتي، صافاكم؟ لاحمو صافا الحمد لله يا ربي. انا وليت لا بروميير فوا تشوفي لا فيديو ديالي، ما تنساش ديري سبسكرايب، ضغط على زر الجرس باش يوصلكم جديد. لا غوصه تاع اليوم كغات ماريني فريمون بزاف بزاف بنين ويشهي، واحد البنه راح ينسيكم في الكاف لي كغاتان اللي تعرفوهم. وش فاو على كلامي هذا؟ باسكو بزاف بزاف بنين. بوغ لا غوسيت نسحقو طرونش تاع سكالوب، قطعتهم هكذا بالطول ولا صدر تاع الدجاج كيما حبيتو. عندي مغرف صغيرة تاع معمرة مليح تاع متاغد القصبة، عندي لي زيبيس ملح فلفل كحل كركم كيوري عكري توابل تاع الدجاج تلقاهم عند لي باع لي زيبيس. هنا عندي بصلة قطعتها جناحتين وحمستها ديجا من قبل، وهنا عندي مغرف صغيرة تاع خل القصبة، عندي تاني بطاطا قليتها قطعتها دي بتي يدي، وعندي صوص بيشاميل اللي كنت طيبتها ديجا مقبل. دوك نخليكم لاوسيت في الوصفه مكتوبه. وعندي هنايا شيدا غابي فرماج غابي. الوغ الحاجه الاولى اللي نبداو بها هي نبداو نمارينو البولي ديالنا. هذاك حطيت هذاك البصل اللي قطعته جناحتين ومحمس، باسكو البصل المحمس راح يعطينا بنه، لكن نديرو هكذاك خضر. فوالا زدت حطيت لي زيبيس مغرف صغيره معمره مليح تاع متاغد القصبه، نزيدو تاني مغرف صغيرة معمرة مليح تاع الخل. هاد الخل هو اللي راح يخلي لنا داك البولي ديالنا طري. فوالا نحركو هكذا بيان. شوفوا من الاحسن تخلوها هكذا ماغيني واحد الساعة، ساعة ونص، جوج سوايع ماكسيموم، باسكو قد ما يقعد قد ما حيطلق لنا واحد البنة. وهنا في هذيك المقلاة اللي حمست فيها هذاك البصل نحط البولي ديالنا، نغطيه ونخلي حتى يطلق هذيك لاصوص ديالو، ما نشفوش كامل، نخليه هكذا بلاصوص. هذيك لاصوص هي اللي حتشمخ لنا هذيك البطاطا ديالنا وتعطينا بنه بزاف بزاف بنينه. الوغ هنايا في هذه المولاقه تاعي حطيت البطاطا هذيك من تحت. بون انا البطاطا درت غير من تحت، تحبوا ديروا من تحت ومن الفوق كيما حبيتوا. انا فوالا حطيت غير هذاك من تحت البطاطا برك. ودوكا حطيت هذاك البولي ماريني بلا صوص ديالو. فوالا هكذا كما تشوفوا، يعني ديك لاصوص راح تشمخ هذيك البطاطا وراح تعطيها واحد الكو بزاف بزاف بنين. ديجا هنا الريحه، واش نقول لكم، ريحه تاع دوك لي زيبيس ولا لا، ديجا بلا غير فريمون بزاف بزاف يشهي. انا هنايا صوص بيشاميل تاعي درت خليتها خفيفه هكذا مع الخرز، تاع حبه تاع البيض باش تجينا هذيك البيشاميل تاعنا خفيفه. زدت لها فرماج غابي من فوق، وشعلت الفوق ديالي ديجا مقبل، خليته باش شعلته من الفوق بركه. دوكا ندخلو هكذا للفوق باش يحمر لنا مليح. فوالا هوليك الكغاتان ديالنا، واش نقول لكم، واحد البنه يشهي شهي. ننصحكم تجربوه، فريمون بزاف بزاف بنين. ولا غير واش نقول لكم، لازم لازم تجربوه من بعد قولوا لي. فوالا هذه هي الوصفه تاع نهار تاع اليوم. نقول لكم نشوفكم في فيديو واحد اخر. تهلاو في رواحتكم، نحبكم بزاف، سلام.